العنصر اللي بعد كده اللي عايزين نشوفه هو السكرولابل فريم. انت طبعا زي ما انت شفت كده، لو انا جيت شغلت هتلاقي اللي بره ده كده هو الفريم، صح؟ ولكن انا لو جيت كده مثلا، تعالى التكست اللي هو موجود في النص ده اللي هو ده، هنديله هايت كبير شوية بحيث نشوف اللي هيحصل ايه. لو انا اديت التكست ده هايت مثلا 700 وجيت اشغل، هتلاقي ان التكست نزل لتحت اهو، بس مفيش سكرول بار موجود في الفريم بحيث ان انا انزل لتحت. انا مش عارف انزل اشوف بقية العناصر اللي تحته، صح؟ وحتى التكست ده هو مش كامل، هو بس في بادنج تحته هو، انما هو مش كامل اصلا، لسه في تكملة تحت. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نشوف الحكاية دي؟ هتبدل بس الفريم اللي انت عامله فوق ده، بدل ما هو سي تي كي فريم بالشكل ده، لا هتخليه سي تي كي سكرولابل فريم بالشكل ده كده، ده سكرولابل فريم. هو نفس الحكايه، انت لو جيت تفتح هتلاقي بس الجديد ان هو ظهر فيه سكرول بار على اليمين اهو، تقدر تنزل تشوف تكمله التكست وبقيه العناصر اللي موجوده تحت بالشكل ده. فدي حاجه كويسه. انت طبعا اصلا عشان كنت تعمل الحكايه دي في التيك انتر، كنت انت اللي لازم تجيب الفريم ولازم تجيب السكرول بار لوحده وتربطهم ببعض، وكان بيبقى موال لان في بايند بقى وحاجات تانية. انما هنا الموضوع سهل، هو مجرد وجه جهاز اسمه سكرولابل فريم. طيب جوه السكرولابل فريم ده فيه خصائص، الخصائص بتاعته ايه؟ هي نفس الخصائص بتاع الفريم عادي، ولكن زاد عليهم حاجه اسمها الليبل تكست والليبل فونت والليبل اف جي كلر، الكلام ده كله. يعني ايه؟ يعني الليبل تكست ده انت لو جيت تشوفه، هكتب مثلا ويندو بالشكل ده، بحيث ان انت لو جيت تفتح هتلاقي ان كلمة ويندو ظاهرة فوق بالشكل ده كده، فهو بيدي للفريم ليبل معين، بحيث ان في ليبل كده فوق بالشكل ده وهو الفريم جواه بالشكل ده يعني. طيب يبقى ده كده الفريم ومعايا الليبل فوق، ماشي. عايزين نعمل ايه؟ قال لك في خصائص تانية بقى جو للليبل ده. يعني مثلا زي ما انت شايف كده، هتلاقي ان عندك ليبل فونت، تقدر تتحكم في الفونت بتاع الليبل ده. ليبل تكست كلر، تقدر تتحكم في الكلر بتاع التكست ده. مثلا هنخليه ريد، وتعالى شوف كده هتلاقي ان لونه بقى ريد بالشكل ده. طيب هتلاقي ان عندك خصائص تانية برضو، زي السكرول اللي ظهر عندك، السكرول بار اللي ظهر عندك. مش انت عندك هنا سكرول بار ظهر على اليمين، تقدر تتحكم في السكرول بار بوتوم كلر. يعني ايه؟ يعني لونه هيبقى ايه. فمثلا لو انا قلت له لونه هيبقى جرين، فلو انت جيت تشوف كده هتلاقي لون السكرول بقى جرين اهو، اللي هو سكرول بار. ولكن الهوفر كلر زي ما هو. طب انا عايز اغير الهوفر كلر، هتلاقي عندك هنا سكرولابل هوفر كلر بالشكل ده، وتقدر تغير الهوفر كلر بتاعك مثلا تخليه ريد، اللي هو اللون لما اجي اقرب منه، لما اجي اقرب منه كده هتلاقيه بقى ريد فعلا. فده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسكرولابل فريم والخصائص اللي موجوده فيه.